مساء الخير، مساء النور، ومساء الفل على كل مشاهدين قناة الصحة والجمال. أهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج كنوز مصرية. برنامجنا بيتكلم عن مواهب مختلفة. معايا النهاردة ومع حضراتكم مداخلة تليفونية من الأستاذة فاطمة غندور، برحب بيها، وهنتكلم عن موضوع مهم جدا بيخص المصرة الست المصرية. هنتكلم عن فوائد كتير قوي تخصها. الهاتف ما اتصلتش. طيب، هنتكلم عن الست المصرية. ما هي الفوائد اللي تستخدمها الست المصرية بالنسبة للأولاد ولصحتها؟ كمان إجالي أسئلة أو SMS. طيب، هكمل أسئلتي بعد ما أخد الهاتف التليفوني من الأستاذة فاطمة غندور. أهلا وسهلا بحضرتك. اتفضلي يا فندم. أهلا بيك يا أستاذة فاطمة، نورتيني. ربنا يبارك لك يا رب، أنا اللي اتشرفت. الشرف لينا يا فندم. قلتي لي حضرتك على الصفحة الشخصية إنك عايزة تتكلمي في حاجات تخص المرأة المصرية، ما هي الفوائد اللي تخص المرأة المصرية وإزاي تستخدمها صح؟ تمام، اتفضلي. سامعاني يا فندم؟ لو سامعاني وطي التلفزيون واسمعيني عبر الهاتف. حاضر، سامع حضرتك. سامع حضرتك يا فندم. طيب، بقولك ما هي الفوائد اللي الست المصرية ازاي تستخدمها صح، ان كان لزوجها ولا لأولادها في البيت المصري عامة؟ تمام. ممكن حضرتك نتكلم مثلا عن تربية الست المصرية لأولادها. تمام؟ تمام. هنتكلم، هنقول بصفة عامة كده. طبعا احنا كلنا بنعلم اولادنا الصلاة والصوم والكلام ده كله، احنا ممكن نغرز في اولادنا الشخصية القوية من صغرهم. ازاي بقى؟ هنعمل ايه احنا؟ طبعا هو ليه رأي في لبسه، في اكله، في كل حاجة في حياته. لازم احنا نتعامل معاهم كان هم كبار مش صغيرين، هو اللي هو عايزه، اللي عايز يلبسه، اللي عايز ياكله، اللي عايز. بالتالي من صغره هيبان هو ليه راي وليه شخصيه وليه كلمه. دي حاجه. تمام؟ تمام. تاني حاجه ممكن حضرتك نتكلم مثلا عن جمال الست المصريه. تمام؟ جمال الست المصريه ده روحها الحلوه. روحها الحلوه ازاي يعني؟ روحها الحلوه ان هي تكون مش جواها غيره ولا اي حقد ولا اي ظلم اي حد. تكون جمال، روحها جميله، تكون حبوبه للكل. تمام؟ تكون هي شخصيه بحد ذاتها واخده بالها من نفسها، من شخصيتها، من لبسها، من كلامها مع الناس. والتواضع ده برضه شيء جميل جدا للروح الحلوه طبعا، وكل حاجه حلوه في الست هي الروح، الروح الحلوه. ما الست المصريه ما هي الا روح حلوه. تمام حضرتك؟ انت دخلتينا في مجال من تربيتها للاطفال في البيت، ودخلتينا في جمال الست او الروح. تمام. والراحه علينا كده علشان خاطر المشاهدين مش يتوهوا معانا. ما احنا حضرتك يا فندم اتكلمنا عن الاولاد وخلاص، هي بند واحد ان احنا بنبني شخصيه قويه في اولادنا. ماشي يا فندم، يعني قصدك الاساس ان احنا ناسس ازاي ولادنا صح. تمام. اهم شيء في اولادنا هي شخصيتهم تكون قويه، حتى لما يكبروا يعرفوا يتعاملوا مع الناس، يعرفوا يتعاملوا مع المجتمع اللي هم عايشين فيه، في شغلهم، في بيتهم، مع اولادهم. هي اهم شيء هي نغرزها في اولادنا هي شخصيه قويه. طب ماشي، قولي لي يا استاذه فاطمه كده بس كده احنا خلصنا منه. تمام، ما هي الفوائد للست المصريه؟ اتفضلي. ما هي ايه؟ فوائد الست المصرية. فوائد الست المصرية كتير، فوائد الست المصرية ان هي بتساعد جوزها في كل شيء. في البيت بتكون هي عونا ليه وسند ليه. هو ممكن يكون وهي مش مرأة عاملة، ممكن تكون في البيت موفرة له الهدوء والجو الهادي وكل شيء حلو. دي حاجة بالست المصرية الحلوة اللي روحها حلوة الجميلة، إن هي تكون هادية،
بطبعها بصوتها بشخصيتها بنظافتها في بيتها باهتمامها بيه كل شيء. انت تمام؟ حضرتك امرأة عاملة؟ اه انا امراه عامله شغاله في شركه مياه الشرب والصرف الصحي، مسؤوله في الاملاك، املاك الشركه. طب كويس، يعني احنا لو سألناكي اي سؤال على المجال بتاع حضرتك ينفع تجاوبي ولا ما ينفعش؟ ليه يا فندم؟ اتفضلي. عينيا يا حبيبتي. تسلمي يا حبيبتي. طب ليه ناس كتير قوي من القرى، حضرتك مش شرقية صح؟ تمام. شرقية. اه تمام. مركز ايه بقى بالتحديد؟ مركز حسنية قرية حسنية بوليه. فاقوس الشرقية. حسنين. اه اهلا تمام. وسهلا بحضرتك. طيب قولي لي بقى، هل مياه الشرب محددة بس للحسنية ولا للقرى؟ مياه الشرب اه، محطة المية محدد. دي بتغذي بس الحسنية الشرقية ولا القرى المجاورة للحسنية؟ بتغذي الكرة يا فندم، بتغذي الكل، المياه بتغذي الكل، بتغذي الكرة الكل. والمدن. عندنا في الحسنية مياه، عندنا في الزولين، في قرية اسمها أبو سرار، أي قرى هتلاقيها المياه موجودة فيها طب كويسة ممكن وكده. تذكري لي يا فندم، ممكن تذكري لي كده كم قرى محطة المياه بتغذيها؟ تمام. في عندنا سعود، في عندنا منطقة لخيوة، في عندنا منطقة مثلا اللي هي زويلين. تمام. تمام. حضرتك كفاية كده ولا كمان؟ لكن مفيش قرى. لا، في مية، في مية موجودة في الوقت الحالي، الدنيا بقت حلوة، حتى حياة كريمة دي كويسة جدا، بتمد المية وبتمد الخير للكل، إن شاء الله هيعم على الكل، حتى اللي عنده المية ضعيفة إن شاء الله المية هتبقى كويسة عند الكل. اتمنى ذلك، لان في قرى بعتالي على الصفحه الشخصيه بتشكي من ضعف المياه، علشان كده تواصلنا بحضرتك. تمام يا فندم. بس هو في مبادرة ثالثة للريس، حضرتك برضه هيكون فيها خير كتير جاي، ومية توصل للكل، وغاز، وحاجات كتير حلوة، واللي جاي ان ماشي، شاء الله. احنا بنشكر طبعا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادره اللي عملها للشعب المصري، بس في ناس او في قرى بتعاني بجد. يعني أذكر من القرى قرية الاتحاد، بعديها قرية خمسة، أكيد أنت حضرتك عندك علم بالقرى دي، بتشكي من تمام. المية بطريقة مهولة، وفي استغاثة كتير قوي منهم على الصفحة الشخصية، عايزين مية، اتهروا من شراء المياه. فأرجو من حضراتكم الاهتمام بهذه القضية. ان طيب شاء الله يا فندم. وحضرتك طبعا المبادره شغاله، ده لسه كده في اول مبادره، في مبادره اولى وثانيه وثالثه. الريس طبعا قايم بعمل المهول، وعمل كويس جدا جدا، يعني المبادره دي لسه في بدايتها. يعني احنا حتى في قرى من اللي هي القريه بتاعتنا اللي قريه الزويلين دي، ان شاء الله هي هتبقى في المبادره الثالثه، مش المبادره دي حتى، يعني في قرى ثانيه هتبقى مش هتاخد من المبادره الاولى، لان هم بياخدوا الاولويه للناس اللي هي يعني عطشانه خالص، ما عندهاش ميه خالص. تمام؟ ما اكيد يا فندم القرى اللي قدم استغاثتها تحت جدا، يعني محتاجين ميه، يعني هم مش هيقدموا ولا هيقولوا ولا هيصوروا ولا هيبعتوا على الصفحه كذا استغاثه. المبادره بتاعت الريس، المبادره بتاعت حياه كريمه حضرتك يا فندم شغاله، ولسه طبعا ما تملتش، لما الدنيا تكمل وكده وهم لقوا الوضع مختلف، يبقى الناس تسلم. لسه كده الناس، الريس والمبادره اللي هي حياه كريمه شغاله، ده الناس تعبانه تعبانه جدا، وان شاء الله على فايده، ان شاء الله كل الدنيا. اتمنى تهتموا بالموضوع، لان الناس بجد تعبانه والناس بجد محتاجه ان يوصلوا ان شاء صوتهم. الله في تغيير جامد والله. احنا عندنا هنا المهندسين كلهم، ما حدش بيقعد في المكتب، المهندس احمد عبد الجبار، مهندس احمد العقلي، مهندس ابراهيم، الناس دي بره طول النهار في الشمس، ما بيروحوش بيتهم الا فين، يعني الفجر. ده كله علشان ايه؟ مش عشان خاطر الناس تشرب وتلاقي ميه حلوه. بنقدم تحياتنا ليهم وربنا يوفقهم الله ويشد حيلهم شويه عشان خاطر الناس دي. طيب نرجع لموضوعنا تاني يا استاذه فاطمه. الله تعبانين يا فندم. ماشي يا فندم، نرجع لموضوعنا تاني. ازاي بتشوفي المراه المصريه؟ اوصفي لنا المراه المصريه من خلال بقى رؤيه فاطمه عبد الدنيا. بشوف المراه المصريه اجمل شيء في الدنيا، من غير المراه المصريه في الدنيا، الدنيا دي هتبقى وحشه خالص. بجد. المرأة المصرية هي الجمال، هي خفة الدم.
هي القلب الابيض. المرأة المصرية دي أجمل حاجة في الدنيا، المصرية، واخدة بال حضرتك يا فندم؟ المصرية. واخدة بالي. طبعا المصرية، وبصي ركزي عليها جامد أو كرريها كتير. أكيد يعني. ماشي يا فندم. طب قولي لي بقى، لو عندك حد من أولادك وقالك يا ماما أنا عايز مواصفات كده تكون شخصية كويسة في الست اللي أنا عايزة أتجوزها، تمام، كحما بقى، وطبعا احنا لا غنى عن الحموات المصريات فوق دماغنا اكيد عشان محدش يزعل مننا، ايه مواصفات حضرتك لابنك؟ ابني طبعا هسيبه هو يختار، يختار ايه؟ هقول له اهم حاجه تكون ذات دين وخلق، تمام؟ تمام. بعد كده الجمال ده مش صراحه مش عنه غنى، لان انا عايزه تصبحني بواحده جميله وحلوه كده واموره، وانت برضه يا حبيبي تصحى في وش واحده جميله وحلوه واموره كده. مش مهم فلوس، مش مهم نسب، مش مهم حسب، المهم انت تكون مرتاح لها وحبيبها خلاص، مش مهم هي بنتي مين او هي مين او شخصيتها مين، او المهم الراحه النفسيه بينك وبينها، واللي هو يختارها حتى لو انا مش حباها، احبها عشان هو بيحبها. لا لا مش معقول، انت ام مصريه؟ لا فوق دماغنا، فوق دماغنا. اتمنى الفكره اللي عند حضرتك امهات المصريات يستفيدوا منها او ينفذوها، لان احنا بنعاني بجد من موضوع الحموات ده. حضرتك يا فندم، مش انا فاطمه، مش انا فاطمه الغندور اللي هعيش معاها، مش انا اللي هتجوزها، هو اللي اختارها يتجوزها، هو اللي هيختارها. عايزه اللي هو عايزه هو اللي يختار، واللي هو حبه هو يختار، اللي نفسه فيه يختار. عايز واحده جميله، عايز واحده طويله، عايز واحده رفيعه، مش انا اللي هختار. بصراحه شد شعرها زي اللي كان بيجوا زمان في الافلام، ولا هشوفها، انا مش هشوفها خالص. هو هيقول لي يا ماما دي، انا هقول له حاضر عينيا. ماشي يا ست الكل. طيب عايزين نعرف منك بقى، بما انك في محطة المية ودايما بقالك سنين فيها اكيد، قولي لي بقى ما هي فوائد المية للست او للراجل؟ هما يعني نفس الشخصيان مختلفان، بس فاكيد المية دي هي الحاجة الوحيدة اللي بتجمعهم، ما هي فوائدها لجسم الانسان عامة؟ بصي حضرتك، المية دي اكتر نعمة في حياتنا، احنا من غير المية مش هيكون لنا اي لازمة او اي فايدة. فايدة المية للمرأة او الست، اللي لما المية دي تشربيها الصبح كده على الريق، تشربي مثلا ثلاثة، مش هقول لك ثلاثة رتل، تشربي رتل الصبح ورتل، ما تشربي، كل ما تشربي مية وكل ما تزدادي جمال وكل ما تزدادي حلاوة ونضارة في وشك، والتجاعيد ما تظهرش مبكر في السن اللي هو الايه؟ اللي بدري، تمام؟ تمام. وتاني حاجة المية حلوة لبطن الإنسان مننا، بتغسل جميع الأملاح وبتغسل جميع المخروبات، المية دي فايدتها عظيمة عظيمة جدا جدا جدا. احنا من غير المية مش هنعيش. والمية حلوة على فكرة، المية حلوة للبشرة. المية بس؟ يعني من غير المية حضرتك مش تعيشي؟ يعني حضرتك الميه بس اللي هتخليكي تعيشي، ولا الحياه السعيده والكريمه او الحب الاساس العيله؟ لا طبعا، ما هو احنا كل حاجه حلوه احنا لازم نعملها، كل حاجه لازم تساعدنا لازم نعملها. حضرتك اتكلم في بند السعاده، السعاده مش هستناها من اي حد، الست مننا مش هتستنى اي حد يساعدها، الست ممكن تساعد نفسها بنفسها. ازاي حضرتك يا فندم؟ انا مثلا قاعده في البيت عندي اجازه من الشغل، تمام، انا بقعد مع نفسي كده، انا مش معايا حد في البيت، بقعد معايا الشاشه واقعد كده، يعني مش ما احطش اي شغل او اي حاجه في راسي، انا في البيت بعمل فنجان قهوه كده مظبوط، وممكن اجيب لب، اجيب سوداني واكل واشرب وانبسط مع نفسي واتفرج على حاجه انا بحبها، واستنى لما ابسط نفسي كده واسمع برنامج كامل في التلفزيون، وبعد كده ممكن اقوم اشغل مزيكا، اسمع اي حاجه انا بحبها، وانا بشتغل في البيت ببقى مبسوطه مع نفسي. يعني انا قاعده لوحدي في البيت بس مبسوطه وعارفه ابسط نفسي. طب قولي لي يا استاذه فاطمه، قولي لي يا استاذه فاطمه، تمام اتفضلي. انت سامعاني؟ اتفضلي يا فندم مع حضرتك. طيب قولي لي، انت حضرتك دلوقتي في الشغل ولا خلصتي ورديتك؟ انا والله العظيم في الشغل،
الشغل، انا داخل الشغل في الشركه حاليا، بس احنا كده خلصنا ان شاء الله، يعني انا كده طالعه ان شاء الله، هركب عربيتي ان شاء الله وامشي. ايه الشغل بتاع حضرتك؟ ليكي شغل اخر غير محطة المياه ولا هو بس ده؟ ليا والله مجال، ليا مجالات كتير، يعني انا بيزنس اومن اشكري حضرتك. لنا منها كده كم مجال. انا بيزنس اومن بتاجر في العربيات مع جوزي ومع اولادي، تمام. وعندي عندنا المغسله برضو مع اولادي ومحلات، وبتاجر بدخل نفسي، انا يعني بدخل نفسي في جميع الايه البيزنس، بحب دايما اكون في تقدم، ما بحبش اقعد مع نفسي وهم يشتغلوا وهم يكون معاهم فلوس وانا لا، لازم انا شنطتي تكون فيها فلوس زي زيهم، يعني الست ليه العاملة في كذا زي مجال، زيهم. الست العاملة في كذا مجال. والله بجد، والله العظيم انا بصي انا مختلفه غير شكل، يعني صراحه والله يا يعني أستاذة فاطمة، انا دلوقتي بطلع من شغلي بعدي على المغسله بتاعتنا وبعدي على المعرض، ولازم اشوف الاولاد اللي هناك واشوف الدنيا واظبط العمل، بعد كده بروح بيتي اطبخ وناكل احلى اكل واكل ماشي واشوف اولادي برضو والدنيا حلوه خالص الحمد لله، يعني ماشي يا والله حبيبتي، نورتيني يا استاذه فاطمه واستفدنا منك. واهم حاجه بالله عليكي ما تنسيش الاستغاثه من القرى، وكمان اقرر والله قريه اقسم الاتحاد. بالله حضرتك يا فندم، اقسم بالله حضرتك يا فندم، انا كنت في الشركه في الزقازيق، وكنت في المبادره، كنت في حياه كريمه في الزقازيق في الشركه، ومخصوص بخصوص ان انا بتكلم على القرى، ومن ضمنهم القرى اللي هي قريه زولين، في اماكن في الواطي واماكن في العيل، في اماكن ماشي بطولها مره ماشي يا استاذه فاطمه، قريه الاتحاد بالتحديد. انا هتابع معاكي شخصيا، هتابع معاكي على التليفون، ولازم تركزوا عليها بليز علشان خاطر هم بجد عطشانين وبجد محتاجين الميه، هي اهم حاجه عندهم. واشكر حضرتك يا استاذه فاطمه، وان شاء الله انا استفدت منك شخصيا واكيد الساده المشاهدين. اشكرك. معايا النهارده بن مميز جدا، انا شخصيا جربته حلو جدا، بن فرج. البن ده في منه محوج وعادي، وفي منه بجميع النكهات. فرع البن ده الزقازيق شرقيه، محافظه الزقازيق. حاولوا تجربوا البن ده بجد، بن حلو جدا، اتمنى من الكل يجربه ويشتريه. هو كمان عليه عروض حلوه قوي، رقم البن هينزل اسفل الشاشه، الشركه اللي عايز يتواصل بيوصله اونلاين، ولحديث المنازل والمحلات. والى هنا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، انتظرونا والى اللقاء.